يا أيها المريد اسمع لتستفيد حقائق التوحيد لله ذي الجلال ونزه الإله بالقلب والأفواه فما له أشباه وما له مثال محده المكان فيما مضى والآن وما عليه كان سبحانه المتعال فجرد التوحيد تحظى بما تريد وترزق التسديد في القول والفعال ولتحذر التجسيم وقوله الذميم فشره وخيم في الحال والمآل في الحال والمآل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لجوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني، وقد تم الكلام فيما سبق على البسملة والحمدلة، واليوم نواصل أول بيت في ذلك النظم في قوله نفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال في أول بيت: الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته. وقد سبق الكلام على كلمة الحمد لله، اليوم نبقى مع قوله على صلاته فما بعده. الناظم رضي الله تعالى عنه حمد الله عز وجل على الصلاة وهي النعم. الصلاة جمع صلة، والصلة هي العطية، فصلة وصلة وصلة الجمع صلات، وهذا يسمى حمدا مقيدا. عندما تحمد ربك على نعمة معينة يسمى هذا حمدا مقيدا، مثل أن تقول الحمد لله على العافية، أو الحمد لله على العلم، أو على الإيمان، أو على الصلات، أو على العطاء، أي نعمة سواء كانت جزئية أو كبيرة أو صغيرة أو عظيمة أو حقيرة، وكل نعم الله عز وجل نعم جميلة وجليلة، فهذا يسمى حمدا مقيدا. أما إذا قلت الحمد لله هكذا فقط ولم تذكر نعمة بعد ذلك فهذا يسمى حمدا مطلقا. ثم حصل الخلاف أيهما أفضل، هل أقول الحمد لله وأسكت، أم أقول الحمد لله وأذكر من نعم الله ما كتب الله على نعمه على عافيته. فبعضهم يفضل الحمد المقيد لأنه بمنزلة أداء الواجب، لأن كل نعمة الإنسان واجب عليه أن يشكر الله عليها، إلا أن هذا الشكر يعجز عنه الإنسان مهما عمل، مهما صام، مهما جد، مهما اجتهد. لو صرف الحياة كلها منذ خروجه من بطن أمه إلى وفاته في سجدة واحدة لا يمكن أن يؤدي حق الله عز وجل في الشكر، إذ لا يستطيع أحد أن يشكر الله حق شكره. فمن هنا كان هذا الواجب الإنسان عاجز عن أدائه، لكن عندما يؤدي منه ما هو مقدور عليه، عندما تؤدي ولو 1% أو 5% أو بنسبة أكثر أو بنسبة أقل، من كرم الله عز وجل أن يكتب لك هذا الحمد حمدا واجبا، كأنك جئت بفرض، ما كأنك جئت بسنة، فيكون ثوابه يساوي 70 من 70. من هنا قال أهل العلم على أن الحمد المقيد أفضل. لماذا؟ لأن ثوابه يفوق ثواب المطلق 69 عدد، إذا قلنا أنه واجب والمطلق مثلا ليس بواجب. وعلى كل، فحمد الله عز وجل مطلوب،
في كل أمر محمود، سواء كان درسا علميا أو محاضرة أو شيئا له أهميته في الدين، كما سبق في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر وأقطع أو أقدم. الحمد لله على صلاته، المؤلف حمد الله على الصلاة، والصلاة كما ذكرت هي النعم، وهذا يسمى حمد بواسطة أيضا، لأنه حمد الله بواسطة نعمه. ثم قال بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم سلام الله مع صلاته. الأول صلاة ولكن الثانية صلاة، وبدأ بالسلام، وكان القياس أن يبدأ بالصلاة، لأن نظم القرآن قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن العادة أننا عندما نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله نقول اللهم صلي وسلم، لكن الناظم قال: ثم سلام الله مع صلاته. لماذا؟ لضرورة النظم، لأن مهما كان الإنسان ذكيا أحيانا لا يتهيأ له في النظم أن يفعل ما يشاء، فيكون النظم كحاكم عليه أحيانا. من هنا يقول لضرورة النظم فعل الشاعر كذا وكذا، فمن الضرورة هنا قدم السلام على الصلاة من أجل أن تأتي الصلاة في آخر البيت لتوافق ما هو في الشطر الأول، أول صلاته وهنا صلاته. ثم السلام ما معناه؟ السلام في حق نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله معناه تحية من الله لائقة به. نحن عندما نقول اللهم صلي وسلم، ما معنى أن نقول سلم يا الله على نبيك؟ معنى حي نبيك يا رب بتحية لائقة بجنابه الشريف على حسب ما تعلم من مقامه عندك. طيب، ما هي هذه التحية؟ هل معناه يقول له السلام عليك أو لها معنى آخر؟ قال الإمام السنوسي: معنى هذه التحية أن يسمعه سبحانه كلامه القديم الذي يدل على رفعة مقامه العظيم، وهذا عطاء كبير جدا، وهو أن الله عز وجل يكشف الحجاب المانع من كلام سماع الكلام القديم حتى يسمع صلى الله عليه وسلم كلام ربه القديم الذي يمجده به، حتى يسمع صلى الله وسلم عليه وعلى آله كلام ربه الكريم الذي يمجده به والذي يعظمه به. ثم هل يفسر السلام في حق النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بالأمان؟ قال العلماء: لا ينبغي أن نفسر السلام في حق النبي بالأمان، لأننا عندما نفسره بذلك كأننا ندعو للنبي أن يؤمنه الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا خوف عليه ولا هو من الذين يحزنون. وإذا كان أتباعه يوم القيامة قال الله فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما بالك به صلى الله وسلم عليه وعلى آله؟ فليس من اللائق في مقام النبوة أني أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يؤمنه من أهوال القيامة مثلا، هذا غير وارد. إذن نفسر السلام في حق النبي بما تقدم، أي يا الله اعط نبيك تحية لائقة بمقامه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم لا يفهم من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده خوف من ربه، هذا ليس بوارد أيضا، بل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله أخوف الناس من رب الناس، لكن هذا الخوف خوف مهابة، خوف إجلال، خوف تعظيم، خوف عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، ليس خوف عصا، إن خوف العصا مش ولا بد. الذي يخاف من النار ليس كالذي يخاف من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه، فالذي يخاف من عظمته سبحانه هذا أعلى مقاما. من هنا كان خوفه صلى الله عليه وسلم أشد من خوف الناس جميعا لشدة معرفته بمولاه، وقد أعلن عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن عرفنا أن السلام في حق النبي يفسر بالتحية وليس بالأمان. ثم نعود إلى قول الناظم: ثم سلام الله مع صلاته. لماذا جاء بكلمة مع هنا؟ لأنه لما قدم السلام وكان حقه التأخير اضطر رضي الله تعالى عنه
أن يأتي بكلمة تدل على رتبة السلام وعلى مكانه وعلى محله، فهو وإن تقدم لفظا يعني نحن نلفظ به أولا في البيت، لكن كلمة مع جعلته في رتبته الحقيقية وهي الأخيرة، مثل أن تقول جاء الوزير مع السلطان، عندما تقول جاء الوزير مع السلطان أنت تقدم ذكر الوزير مع أنه أقل شأنا منه، وأخرت السلطان مع أنه أعلى رتبة كان حقه التقديم، لكن كلمة مع هنا جعلت السلطان هو المقدم، فتقول جاء الوزير مع السلطان، لكن لا تقول جاء السلطان مع الوزير فتجعل الوزير أعلى شأنا، مثله أن تقول جاء التلميذ مع الشيخ، ولا تقول جاء الشيخ مع التلميذ. ثم قال الناظم: ثم سلام الله مع صلاته. نشرح ما معنى كلمة الصلاة في حق النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الصلاة في حقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله طلب رحمة خاصة من الله، فأنت عندما تصلي على النبي وتقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، فأنت في هذه الحال تطلب من الله رحمة خاصة لسيدنا محمد. هل تعرف أنت هذه الرحمة؟ طبعا لا نعرف، نحن نطلب فقط، لكن الذي سيقدرها والذي يعلم حجمها ومقدارها وما هي ويعلم كيف تليق بنبيه صلى الله عليه وسلم هو الله. نحن نطلب من الله الصلاة، لكن من الذي يعلم مقدارها وفضيلتها ومكانتها اللائقة بحبيبه صلى الله عليه وسلم؟ هو الله. إذن إعطاء هذه النعمة تقديره ليس للعقل البشري، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بالمقام النبوي، فلو أن التقدير جاء من البشر لكنا نعطي النبي شيئا أقل من شأنه وأقل من حقه وأقل من مكانته، لكن عندما نقول يا رب صلي على النبي، أي أنت يا الله اعطي نبيك رحمة خاصة تليق به وأنت أعلم بها. لكن لا ينبغي أن نقول اللهم ارحم محمد مثلا، أو اللهم ارحم سيدنا محمد، أو اللهم اغفر له، لأن هذا غير لائق بالجنب النبوي، هذا لعامة الناس، قل في حق أي إنسان اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لكن في حق الأنبياء لعلو المقام عندما تدعو لهم تقول اللهم صل عليهم، سواء كان نبينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله أو الأنبياء السابقين. لأن ماذا تعني كلمة صلاة؟ كلمة صلاة تعني رحمة خاصة مميزة، ليست أي رحمة، لكن لو قلنا اللهم ارحمه، كلمة ارحمه هنا تشمل كل الرحمات، ولو حقيرة ولو صغيرة ولو غير لائقة بالمقام النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لكن عندما تقول صلي عليه أنت طلبت أمرا مميزا معظما يليق بالمقام النبوي، والذي يقدر ذلك ويعطيه لنبيه هو المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا نكون عرفنا ما المراد بكلمة صل على النبي. والصلاة على النبي لها فضائل ولها بقية كلام نأتي عليه إن شاء الله في الحلقة التالية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله موجود قديم باقي، مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني واحد وحي، قادر مريد عالم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر، حياة العلم كلام استمر، حياة العلم كلام استمر.